السلام عليكم. اليوم راح نوريكم طريقة كيف تجيب متابعين كتير. أول شيء بنحمل تطبيق توب فولو، ندخل عليه. راح أول ما تدخل عليه راح يطلب منكم تدخيل حساب وهمي. أنا مدخل حساب من قبل، وبعدين وقت تدخل عليه راح تطلعكم هاي الواجهة. وتبلش تضغط على كلمة ستارت عشان يجمع لك نقاط. على كل 80 نقطة يعطيك 10 متابعين. نضغط ستارت، هو بجمع لحاله. أنا بجمع 1000 نقطة. هلا مثلا نروح احوله مثلا لايك، ندخل نحط حسابي مثلا ونحوله لايكات او فولو. انا مثلا حط فولو، بدي احوله 10. بنصحكم الكل يحوله مثلا 10 10، لاني ببصر بال 10 50 او 40 هيك شيء. بس اذا حولته مثلا 20 فرض ضربة او 50 ما راح يوصل، راح يوصل بس 20 او 1000، بوصل لك 1000 مع 10 بيوصل لك 50. يعني هي شغله كويسه. مثلا نضغط على 10 حول، نروح على حسابنا انستغرام، حدث فيه 7100، تمام. هيك صاروا 16 هيك لما يزيد كلياتهم عشان تجمعوا نقاط بسرعة، أو مثلا هيك تجيكم دفعة يعني حلوة. تروح على المور، بعدين تضغط على الكود، بعدين تكتب هذا الكود free 500، بيعطيك 500 نقطة. وفي هذا الكود يعطيكم كمان 200 نقطة، يعني شيء أسطوري. بصير معكم أول ما تنزلوه بيوصلكم 700 نقطة. 700 نقطة بتحسن تجيب منها كتير، مثلا 100 متابع حتى 10 بصير تقريبا 300 متابع 400. بس هذا هو الشرح. سلام.